بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مرحلة ما قبل الكتابة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مرحلة الكتابة، المرحلة دي اللي فيها خلاص الطفل عارف يعني إيه يمسك القلم، عارف يعني إيه يضغط على القلم، على القلم عصب إيده بدأ يجمد، وده هتبدأ من سن 4 سنوات. حصل ايه خلال السنة اللي فاتت اللي هي من 3 سنوات الى 4 سنوات؟ علمت ابني الدقة، التمييز، ازاي يمسك القلم كويس، اللي هي المسكة الثلاثية الصحيحة السليمة اللي ما تضرش بعصب ايده ولا تتعبه ولا ترهقني. هنبدأ نعلمه كتابة الحروف. زي ما احنا شايفين الحروف مكتوبة على السطور، في بعض الحروف بتتكتب فوق السطر وبعض الحروف لازم تنزل من على السطر. هنا انا بعرف ابني حاجة زي كده، لازم افهمه الحرف ده ما ينفعش ينزل تحت، حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، ما ينفعش ينزل تحت السطر. حتى لو هو كتب غلط ما اقولش ايه لسه مش عارف، لسه صغير، لا عارف. طالما ان هو خلص مرحله التلوين العشوائي والتحديد وعرف وقتها ان هو يحدد اللون جوه السطر صح، هيقدر يكتب الحروف على السطر ومش هيغلط فيها. عندنا مثلا حرف الالف، ازاي اعلمه يكتب الهمزه دي؟ الهمزه دي طبعا مش هنكتبها كده في البدايه، هنكتبها زي الشكل التاني اللي هناك ده، خطوط، هتبقى مجرد خطوط فوق بعضها. هعود ابني واحده واحده ان هو يكتبها لحد ما ايده تتعود على كتابه الهمزه بالشكل التاني السليم ده، وهو اللي هيعملها لوحده. طبعا كتابه بقيه الحروف برضو عباره عن خطوط، مجرد خطوط. حرف الجيم والحاء والخاء زي ما احنا شايفين يمكن من اصعب الحروف اللي بتواجه كل ام، هما الثلاث حروف او الحرف الاولاني بالتحديد اللي هو الجيم، لان اللي هيكتب الجيم هيكتب الحاء والخاء. طيب انا ازاي هعلم ابني يكتب الجيم والحاء والخاء؟ انا بفضل كمدرسه لما باجي اعلم اي طفل يكتب حرف الجيم ان انا اعلمه حرف السي بالانجليش الاول. لو كتب حرف السي صح معايا بسهوله جدا هعلمه يكتب حرف الجيم والحاء والخاء والعين ورقم 4 في الحساب. حرف السي مهم جدا على فكره في تعليم الطفل ازاي ان هو يكتب. عندنا بعد كده باقي الحروف مجرد خطوط. من اصعب الحروف برضو اللي بتواجهنا وبتقابلنا اللي هو حرف الراء. حرف الراء حرف صعب جدا، لان الطفل حته ان هو يحود بالقلم، ان هو يلف بالقلم، بتبقى صعبه شويه. فانا بفضل ان انا اخد سنه صغيره على السطر وانزل بيها زي اقول له ايه، زي زحليقه، دي زي زحليقه. برضو الكاسات اللي هي بتاعت السين والشين والصاد والضاد دي كلها بنسميها الكاسة، الكاسة دي لازم تنزل تحت السطر. لازم أعلم الطفل في الفترة دي يكتب الحرف على السطر بطريقة سليمة، واحدة واحدة هيمشي معايا وهيبدأ يتعلم الحروف. أنا ممكن أمسك حرف حرف وأبدأ أعلم كل أم إزاي تعرف ابنها إن هو يكتب الحرف ده، لكن ده كان ممكن اعمله لو انا بادئه امسكه القلم من سن 4 سنوات. لكن السنه اللي انا عملتها من 3 سنوات ل4 سنوات، خلال السنه دي وطريقه ما قبل الكتابه اللي احنا اتعلمناها في الحلقه اللي فاتت دي اللي هتريحني جدا وانا بعلمه ازاي يخطط الحروف دي على السطور. لو انا خلصت كل الحروف، طبعا انا في نصيحه عايزه اقولها لكل ام، ما تعلميش ابنك الحروف من الالف للياء بالترتيب. بمعنى ان انا لما باجي اعلم ابن الحروف واجي اعمل له مراجعه ما بقولوش اكتب لي من الالف للجيم، او اكتب لي من الالف للسين، او اكتب لي من الالف للياء. الطريقه دي غلط، لان كل الاطفال حافظين الحروف من الالف للياء. الطريقه السليمه ان انا امليه بطريقه عشوائيه، تعالي حبيبي اكتب لي جيم، اكتب لي صاد، اكتب لي ظاء، اكتب لي قاف. في الحاله دي هتاكد ان ابني عارف الحروف حقيقي، مش مجرد حافظهم بطريقه شفويه بالترتيب. مش معنى كده ان انا مش هحفظه الاغنيه بتاعت الحروف بالترتيب، لا انا بحفظها له كل حاجه هو اوريدي بيبقى حافظها، سواء من الحضانه، سواء من التلفزيون، سواء من التليفون بيبقى حافظها. لكن انا كأم او كمدرس لما باجي اسس طفل لازم اعلمه بطريقه عشوائيه، لان الحروف مش بتيجي بالترتيب في الكلمه، الحروف في الكلمه بتيجي متلخبطه. فانا لما باجي اراجع له براجع له الحروف بطريقه عشوائيه متلخبطه. تمام، كذلك الارقام برضو، وفي الانجليش نفس الكلام. تمام، وصلنا ان الطفل خلاص اتعلم كل الحروف وعرف يكتبها. بالمناسبه انا لو اي ام مقابلها اي مشكله
في ان هي ازاي تعلم ابنها حرف معين، ما عنديش اي مشاكل، سيبوا لي ملاحظه، سيبوا لي اي تعليق، وانا هعلمك واعرفك ازاي تخلي ابنك ينزل على السطر او يكتب على السطر الحرف اللي هو مش عارف يكتبه. الجروب بتاعنا ده يا جماعه جروب ذا تيتشر، ان شاء الله هيفيدني وهيفيدكم، هيفيد كل ام في كل بيت. هنتعلم ازاي الطريقه السليمه لتاسيس الطفل. هيبقى في حاجات كمان، حلقات تربويه، ازاي لو طفل معاكسني، مش عايز يفهم، مش عايز يتعلم، مش بيحب التعليم، مش بيحب المذاكره، هيبقى معانا ناس ان شاء الله باذن الله متخصصه في المجال ده هيتكلموا فيه باذن الله. طيب بعد ما الطفل يكتب الحروف من الالف للياء ويحفظها كلها، ابني خلاص حفظ وعارف الحروف وبمليه الحروف. انا على فكره ما بحبش طريقه تعليم الحروف بالحركات، يعني ما اجيش اعلم الطفل اقول له على الالف آ ب ت، او ما ينفعش، انا ما بحبش كده، لا لازم اعلمه الحروف من الالف للياء نطقا بحرفها. يعني الالف اسمها الف، ما اقولوش اسمها آ. بعد ما يخلص عفوا، بعد ما يعرف الحروف من الالف للياء كلها كتابة وقراءة، أبدأ أديله الحركات الثلاثة، الفتح والضم والكسر. بعد كده بنبدأ في المدود الثلاثة وندخل بقى في مرحلة القراءة، وده إن شاء الله اللي هنتكلم فيه الحصة إن شاء الله اللي هنتكلم فيه الحلقة الجاية بإذن الله، حركة الفتح وتعليم الطفل القراءة والكتابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.